عبد اللطيف دريفي، رئيس جمعية التضامن للتنمية والهجرة ومدير المهرجان الدولي للسينما والهجرة. كما يعني صدرنا يعني في الأشهر السابقة، هو أن المهرجان تحول إلى من المهرجان المتوسط للسينما والهجرة إلى المهرجان الدولي للسينما والهجرة، والغاية أو الهدف هو يعني انفتاح على السينما العالمية التي تهتم بسينما الهجرة، وكذلك يعني الاهتمام يعني بمغاربة العالم المتواجدين يعني في دول كثيرة. بالنسبة للفترة اللي فكر فيها يعني فكرت فيها إدارة المهرجان، هو أنه حددنا تاريخ ديال المهرجان من 14 حتى 18 أوت 2021، وحددناه بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، يعني بهذا الاحتفال ديال اليوم الوطني للمهاجر. كما يعلم يعني الجمهور الكريم أنه الفترة ديال تنظيم المهرجان غادي تكون في ما بين 14 و 18 يعني غشت 2021 بمدينة وجدة، وكما يعلم أن الانطلاق يعني ديال عمل التلقيح اللي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يعني نحثوا كذلك الناس أنهم يمشيوا لمراكز التلقيح باش إن شاء الله يعني يحميوا راسهم ويحميوا يعني الغير، وغتكون عندنا فرصه ان شاء الله يعني بهذا لتنظيم هذا المهرجان هذا، اننا نتمكنوا ان شاء الله لما لا يعني بالقضاء على هذا الوباء هذا، وحنا دائما يعني وراء صاحب جنود مجنده، وراء صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، يعني خصنا نمشيو للمراكز باش نلقحوا يعني كما قلت يعني الحمايه ديالنا والحمايه لغيرنا. رسالتي للمسؤولين هو دعم المهرجان، دعم مادي ودعم معنوي، لانه مهرجان حقيقه قطع واحد المجموعه ديال الاشواط، لانه في الدوره التاسعه ان شاء الله، وكيهتم بموضوع يعني جد يعني مهم، وهذا الاهتمام كيعطيه يعني صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، يعني كيعطيه اهتمام كبير يعني للهجره والمهاجرين وخاصه الجاليه المغربيه. فنتمنوا من المسؤولين يعني دعم هذا المهرجان هذا يعني كما قلت ماديا ومعنويا، باش نقدوا يعني تكون استمراريه ان شاء الله، ويكون في حله يعني كما يقولوا احسن يعني من السنوات يعني الماضيه. بالنسبه لي كنشكر يعني شوف تي في، شكرا يعني كبير، يعني هذا اللقاء او الحوار يعني كما يقولوا الرابع او الى ما على ما اظن الثالث او الرابع، فكنشكر يعني الاخ طارق الطاقم التقني اللي معاه اللي كيبذلوا واحد المجهود كبير يعني في مجهود كبير يعني بالنسبه للصحافه، بالنسبه للمشاكل ديال الاهتمامات ديال الساكنه.